يا سيد المرسلين ورحمة للعالمين وبنية لمن ابتلى ناجيت ربك قائما في المستوى وأجزت جانب طور موسى الأيمن يا سيدا للمرسلين ورحمة للعالمين وبنية لمن اغتنى ناجيت ربك قائما في المستوى وأجزت جانب طور موسى الأيمن وأتيت بالصلوات خمسا بعدما خففتها جدا جدا فكانت أضمنا وأحاطك المولى الكريم وأحاطك المولى بنور بهائه فحمى فؤادك أن يزيد وحصنا جمعت فخارة هبة ألقيتها في الرشد في البيت المقدس موهنا لما رأى جبريل قوة وقعها نادى بفضلك في الجميع وأدنا الله أكبر فاك فضل محمد للمرسلين أجل أن يعلنا ونعدت شكل المسجد الأقصى كما طلبوا وكنت على العقول مهيمنا وحداك ربك رتبة لا تنبغي لسواك يوم تقول الشفعاء أنا فيا رب صلي على الحبيب محمد فلم قاصدنا اغفر لنا